السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته محبي ومتابعين عالم ذكي في فيديو جديد وحلقة جديدة من خلالها إن شاء الله سنقوم بعمل مراجعة لساعة ذكية باسم زيبليز نيو. صراحة الساعة تقدم العديد من المميزات والخصائص التي يمكنك الاستفادة منها وبسعر رخيص جدا. إذا كانت هذه أول مشاهدة لك على قناة العالم الذكي فأنصحك بالاشتراك في القناة بالضغط على زر سبسكرايب، نعم الزر الأحمر أسفل الفيديو قم بضغط عليه، نعم الآن، وأيضا لا تنسى تفعيل جرس التنبيهات. إذا بدون أي تأخير لنبدأ على بركة الله. وكما جرت العادة نبدأ مع أول شيء وهو تصميم وجودة تصنيع ساعة زيبليز نيو. صراحة الساعة تقدم تصميم رائع جدا بالنسبة لهذه الفئة السعرية، صراحة صدمتني النتيجة، حتى الماتيريالز والأمور والخامات التي قاموا بتصنيع من خلالها الساعة هي أمور رائعة جدا بالنسبة لهذا السعر. لديك في الأعلى الستين ستيل ومن الأسفل لديك الكربون فايبر، صراحة وحتى الملمس تجده أو تحس على أنه ملمس بريميوم، ملمس راقي جدا إذا ما تكلمنا عن جودة التصنيع وأيضا تصميم الساعة الذي يأتي بشكل دائري. مرورا إلى الشاشة، صراحة الشاشة رائعة جدا، ألوان وكثافة بيكسلات محترمة بالنسبة لهذا السعر، وطبعا يمكنك قراءة النصوص الخاصة بك والتصفح بين الخصائص الخاصة بهذه الساعة بسهولة تامة وبدون أي مشاكل. طبعا الساعة تقدم لك جميع الأمور التي يمكنك تخيلها لتتبع نشاطاتك الرياضية أو السبور أكتيفيتيز، من حساب نبضات القلب انطلاقا من السنسورز أو المستشعرات أو الحساسات إن صح التعبير التي تجدها في أسفل الساعة نفسها. طبعا لديك حساب الكالوريز أو حرق الدهون، يعني كم حرقت من الدهون، وطبعا تتبع كم مرة أو عدد الخطوات الخاصة بك إذا كنت تقوم بعمل جري أو مشي أو أي شيء من هذا القبيل، إنه تعطيك عدد ضخم وكبير جدا من السبورت اكتيفيتيز التي يمكنك تتبعها انطلاقا من الساعة نفسها. وطبعا الساعة توفر لك تطبيق على نظام الاندرويد او الايفون، طبعا يشتغل على نظام الاندرويد وايضا يشتغل على نظام الايفون، من خلاله يمكنك ربط الساعة بهاتفك الذكي وعن طريق البلوتوث طبعا، ومن ثم يمكنك متابعة جميع النشاطات الخاصة بك والتحكم في الساعة بالكامل انطلاقا من هاتفك الذكي. ايضا يمكنك التوصل بالاشعارات الخاصة بواتساب وفيسبوك والرسائل النصية القصيرة، المكالمات، كل الامور على الساعة نفسها بدلا من الهاتف، فطبعا هذا أمر مفيد جدا بالنسبة لساعة من هذه الفئة السعرية. أيضا البطارية، صراحة البطارية تحترم بشكل كبير جدا، تعطيك من 5 أيام إلى 6 أيام من العمل المتواصل إلى إعادة شحن البطارية نفسها، فهذا أمر ورقم صراحة رائع جدا بالنسبة لساعة رخيصة جدا وتقدم لك جميع هذه المميزات، بطارية جيدة، شاشة رائعة، فصراحة كلمة شكر تكفي لهذه الشركة ولهذه الساعة بالتحديد، لأنها صراحة صدمتني بنتيجتها واستخدمتها الآن حوالي 3 أسابيع لم أجد أي مشكل في هذه الساعة. وطبعا إذا ما تكلمنا عن سعر الساعة، نعم فالكل أعرف أن الكل ينتظر سعر هذه الساعة، فالسعر يتراوح ما بين 40 و 45 دولار. نعم تخيل معي أنك يمكنك الحصول على جميع هذه المميزات التي ذكرناها في ساعة ذكية بتصميم راقي بجودة تصنيع عالية جدا بجميع المميزات والأمور التي تكلمنا عنها بسعر 40 دولار. نعم إذا ما أردت شراءها سأترك لك رابط الشراء أسفل الفيديو، يمكنك الدخول إلى موقع بانجود وشرائها والتوصل بها إلى باب منزلك بسهولة تامة. إذا إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية الفيديو، أتمنى من صميم القلب أن تكونوا قد استفدتم من مراجعة اليوم. إذا ما عجبتك الحلقة واستفدت من هذه الساعة وأردت شراءها سأترك لك رابط الشراء أسفل الفيديو. إلى هنا نضرب موعد في حلقة مقبلة، دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.